تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية، صوت القاهرة في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلمين يحييكم، السلام عليكم. واحد الرئيس السيسي والقادة الجدد. السيد الرئيس اتكلم في أسبوع الجامعات في جامعة قناة السويس، واتكلم الرئيس عن إن احنا في أمس الحاجة أو مش في أمس الحاجة أن الرئاسة بالفعل ستبدأ خطوات لإعداد كوادر شبابية وقيادات شبابية جديدة. الرئيس قاله في جامعة قناة السويس أشبه بخارطة طريق شبابية. الرئيس قال ثلاث خطوات لهذا الأمر وبتكلم مع الشباب في جامعة قناة السويس. قال الرئيس أو أطلق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. ثلاث نقاط: أول حاجة إنشاء قاعدة قوية وغنية بالكفاءات الشبابية، يبقى عندنا قاعدة معلوماتية للشباب المتميز، لأن الهدف مش تمكين الشباب كشباب إن ياخدوا مواقع، إنما الشباب المتميز الكفء اللي عنده قدرات خاصة واستثنائية هم دول اللي ياخدوا مواقع، مش مجرد صغر السن يأهلك لمنصب، إنما قدراتك العلمية والفكرية والقيادية والسياسية اللي تؤهلك لموقع شبابي رفيع. يبقى أول نقطة في برنامج الرئيس الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة اللي هي إنشاء قاعدة قوية وغنية بالكوادر الشبابية. 2، التأهيل للقيادة في المستقبل، دورات وتجهيز لهؤلاء. يبقى في قاعدة يتم الاختيار من هذه القاعدة ناس تاخد دورات تدريبية وتأهيل حقيقي من أجل ذلك. 3، إن هذه القيادات زي ما قال الرئيس في كافة المجالات، ده معناها بنجهز لكل احتياجات الدولة المصرية من القادة الجدد. هذه المبادرة أو هذا البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وضع 3 نقاط كخارطة طريق لتأسيس القادة الجدد في مصر. 2، الاتفاق النووي الإيراني من هزم الآخر. حضراتكم في أي معاهدة أو في أي اتفاقية زي كامب ديفيد على سبيل المثال، هي اسمها اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية أو معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، بنسميها إجمالا كامب ديفيد. طبعا هتلاقي الحكومة المصرية دفعت والحكومة الإسرائيلية دفعت أن هم اللي وقعوا الاتفاقيتين، هنلاقي المعارضة هنا هجمت والمعارضة في إسرائيل هجمت. المعارضة في مصر قالوا أن احنا برضو وافقنا على شروط ما كانش المفروض نوافق عليها، وإسرائيل ضحكت علينا نسبيا. هناك هنلاقي المعارضة في إسرائيل بتقول نفس الكلام، أن رئيس السادات ضحك على الإسرائيليين، وقع لهم ورقة ممكن يرموها في أي مكان وأخذ منهم سيناء بالكامل. فدايما أي معاهدة أو اتفاقية أو اتفاق بنلاقي الحكومات بتدافع اللي هي وقعت هذه الاتفاقية أو هذا الاتفاق، ونلاقي المعارضة بتهاجم. لما نطبق هذا الطرح النظري على الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي هنلاقي ده موجود تماما. الرئيس روحاني في إيران بيدافع عن الاتفاق، الرئيس أوباما في أمريكا بيدافع عن الاتفاق، لكن المعارضين في إيران بيقولوا إيران خسرت جدا، المعارضين في أمريكا بيقولوا إيران كسبت كتير وأمريكا هي اللي خسرت. في تحليل ذلك نجد ما يلي: 1، عندنا السيناتور جون مانشين، هو من الحزب الديمقراطي، ده وقف ضد أوباما، أوباما حزب ديمقراطي، هذا السيناتور حزب ديمقراطي وقف ضد رئيسه وحزبه، وقف مع الحزب الجمهوري ضد أوباما لأنه قال هذا الاتفاق ضد أمريكا، هذا الاتفاق لمصلحة إيران. هذا السيناتور بيقول إن الاتفاق ده هيخلي إيران ما تنتجش سلاح نووي أو قنبلة نووية لمدة 10 ل15 سنة، لكن بعد 15 سنة هيكون في إمكان إيران طبقا لهذا الاتفاق إن هي تخصب اليورانيوم وإن هي تنتج قنبلة نووية، وبالتالي احنا في غضون 10 سنوات هنكون على وشك ظهور قنبلة نووية إيرانية، وكده أوباما أخطأ وإيران اللي كسبت من هذا الاتفاق. ده كلام السيناتور جون مانشين. 2، من إيران سعيد جليلي. سعيد جليلي كان هو رئيس الفريق الإيراني المفاوض،
هو كمان طلع اتكلم، بس قال بقى كلام علمي اقوى كتير جدا من السناتور الامريكي. قال ان ايران هي اللي خسرت. خسرت ليه؟ عكس الكلام الاولاني، يعني السناتور بيقول ايران تكسب 10 سنين بقى عندها قنبله نوويه، مش مهم نتفاهم مع الامريكان، ناخد فلوسنا المجمده، نعمل استثمارات اوروبيه، نرجع نصدر بترول، كل 10 سنين يبقى عندنا قنبله نوويه، فحسبه ايران سليمه. ده كلام مين؟ السناتور الامريكي الديمقراطي. لكن نيجي بقى المعارضه الايرانيه، سعيد جليلي اللي كان رئيس الفريق المفاوض، انه بيقول لا، بيقول ايران تم اذلالها، وايران تجرعت كاس السم، كاس كده سم شربت منه ايران هذا الاتفاق. سعيد جليلي بيقول احنا كنا وقت التفاوض ايران كانت خلاص بتنتج حاجات نوويه مهمه بالارقام، طبقا لسعيد جليلي هو مصدر مهم كان رئيس الفريق النووي المفاوض، بيقول كنا انتجنا 20,000 جهاز طرد مركزي، دي كميه كبيره جدا تقلل المسافه لانتاج سلاح نووي، تقرب من انتاج قنبله نوويه. انتجنا كام؟ 20,000 جهاز طرد مركزي. نمرة اتنين، في ثلاث مفاعلات في ايران كانوا وصلوا لمستوى متقدم جدا. مثلا مفاعل اراك، ده لانتاج الماء الثقيل اللي هو مهم جدا في انتاج اي سلاح نووي. ايران كانت وصلت فيه لكام؟ 86% في مفاعل اراك. نمرة اتنين، في مفاعل طهران للابحاث النووية الطبية، ده انتج، يعني اشتغل وانتج ودخل في الانتاج. نمرة ثلاثة، أخطر مفاعل في إيران اسمه فيردو، المفاعل ده وصل مرحلة التخصيب. طيب إيران خصبت اليورانيوم لأي درجة؟ حضرتك القنبلة النووية ببساطة يورانيوم مخصب بدرجة معينة، درجة أقل ما تنتجش قنبلة نووية. إيران كانت وصلت ل20%، ودي نسبة كبيرة جدا تقربها على إنتاج قنبلة نووية. عندها كام بقى؟ عندها نص طن من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وعندها 7 طن من اليورانيوم المخصب بنسبة 5%. سعيد جليلي بيقول إن إيران اتبهدلت، بمعنى تم إذلالها وتجرعت كأس السم، وافقت على الاتفاق اللي هيمنع إنتاج ماء ثقيل وهيمنع تخصيب اليورانيوم، وهياخدوا اليورانيوم المخصب من الخارج وبنسب غير خطيرة بالمرة. ده معناه ان مجهود ايران في تخصيب اليورانيوم وانتاج الماء الثقيل ومفاعلاتها القويه واجهزه الطرد المركزي ل 20,000، كل ده اترمى بموجب الاتفاق المذل اللي امريكا فرضته على ايران. وبيقول مفيش دوله في العالم فرض عليها اتفاق مهين الى هذا الحد الا ايران. ثلاثه، نائب في البرلمان الايراني، ده موقفه زي سعيد جليلي. فاكرين حضراتكم لما الأستاذ هيكل قال قبل كده إن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية كان بديفيد بن قوسين هي الاتفاقية اللي فيها بنود سرية؟ وفاكرين وقتها ردينا وغيرنا رد، والدكتور مصطفى خليل وقتها رد مفيش أي بنود سرية، إنما في كلام إن في بنود سرية في الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي. هنا بقى وقفة صغيرة في علم القانون الدولي. في القانون الدولي لما تبقى اتفاقية أو معاهدة، كلمة اتفاقية غير اتفاق، يعني ده تقول لحضراتكم اتفاقية واتفاق مش واحد، اتفاقية يعني معاهدة دولية، يعني فيها 3 أطراف على الأقل، وفيها الأمم المتحدة فيها نسخة، زي اتفاقية السلام بيننا وبين إسرائيل، إحنا طرف وإسرائيل طرف وأمريكا طرف، في نسخة عندنا، نسخة عند إسرائيل، نسخة عند أمريكا، وبعدين نسخة رابعة موجودة في الأمم المتحدة بلغات الأمم المتحدة. فدي اتفاقية لا يمكن يكون فيها بنود سرية، مفيش أي بنود سرية في اتفاقية كامب ديفيد، اتفاقية السلام، لأن أصلا أي اتفاقية مستحيل يكون فيها بند سري، لأنها بتكون طرف وطرف تاني وتالت، ولازم تودع في هيئة الأمم المتحدة. إيه بقى السرية اللي فيها؟ لكن الاتفاق أقل من الاتفاقية. الاتفاق ممكن تكون فيه بنود سرية، لأن اتنين بس، إيران وأمريكا، دي مش موجودة بقى في الأمم المتحدة ولا طرف تالت، اتفقوا مع بعض على إيه؟ ممكن تكون فيه بنود سرية. نائب في البرلمان الإيراني بيقول هما في 4 مكونات في هذا الاتفاق،
اتنين علنيين ونص الاتفاق بنود سرية. الشعب الإيراني لا يعرف عن هذا الاتفاق شيء، وبالتالي بيقول يبقى الاتفاق مهم فعلا زي ما بيقول مين؟ سعيد جليلي اللي هو رئيس فريق مفاوضين النوويين السابق، هذا الاتفاق مذل، ودليل ان نص هذا الاتفاق هو اتفاق سري. هنا بقى نقطتين مهمتين. النقطة الأولى ان ايران كسبت اقتصاديا في السمعة الدولية، عندها فرصة سنوات طويلة ممكن تلمم نفسها، انما ايران دلوقتي مركزة على السلاح التقليدي مش السلاح النووي. وخامنئي كمان اطلق فتوى وقال انه يحرم امتلاك سلاح نووي بالنسبة لإيران. فإيران دلوقتي بتقوي الجيش الإيراني بالأسلحة التقليدية، عروض عسكرية مذهلة، أسلحة من روسيا، أسلحة من دول أخرى، بعد فك الحظر تاخد أسلحة من أوروبا، بتطور سلاح محلي. فالجيش الإيراني استبعد بقى يكون عنده سلاح نووي، فبيقوي قدراته التقليدية. نمرة اتنين، لا ينبغي أن ننسى إسرائيل. طيب إيران ده كانت لسه في الطريق، ممكن تكون وصلت مسافة كبيرة شوية، إنما إسرائيل عندها بالفعل سلاح نووي بتهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. قبل كده مصر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك أطلقت مبادرة لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل. يبقى إحنا لازم ننتهز الاتفاق النووي بين إيران وأمريكا، إن إحنا كمان نطالب بتفعيل المبادرة المصرية بإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية. وزي إيران ما هتكون ساحة للمفتشين الدوليين كل شوية يروحوا هناك يفتشوا على كل المواقع في إيران، إحنا كمان لازم نطالب بتفعيل المبادرة المصرية، وإن تخضع المنشآت النووية الإسرائيلية لوكالة الطاقة الذرية. لازم نكافح في هذا الإطار، وفرصة إن في اتفاق مع إيران نقول عايزين هذا الاتفاق مع إسرائيل تخضع منشآتها أيضا للتفتيش الدولي. إنما إيران دلوقتي خلاص لغت على الأقل لمدة سنوات طويلة قادمة حلم القنبلة النووية، وبدأت تاخد أسلحة من كل مكان وتقوي جيشها بأسلحة تقليدية. در دفاع از این کشورمون آمادگی خودش رو حفظ کنن. جنگل‌های مستقر در میدان آسمان دادگان مسیحیت از چند هزار پایی آسمان رشادت به امن کشیدند. موشک کروز هواپایه و با پرواز بیش از 140 فروند شکاری بمب‌افکن که اصلی میدان نبرد، نسل جدید تانک ذوالفقار ایران، نسل جدید تانک ذوالفقار ایران با ارتش و نیروی زمینی قهرمان، موشک انداز فجر 5، موشک زلزال. ثلاثة، حزب العمال البريطاني يرشح مسلما لمنصب عمدة لندن. حزب العمال البريطاني من الحزبين الكبار، حزب المحافظين، حزب العمال. محافظين يمين، العمال يسار. إنما حزب العمال دلوقتي فيه تحولات تاريخية، في رئيس جديد للحزب جيرمي كوربين، اختياره كان مفاجئ جدا، دخل انتخابات داخلية ومفاجأة إن هو فاز بأغلبية الأصوات. إنما كان المفاجأة الثانية إن الحزب داخله منصب عمدة لندن من أقوى المناصب في بريطانيا، فبترشح لهذا الحزب من المحافظين ناس ومن العمال ناس والأحزاب الأخرى. جوه العمال انتخابات داخلية، يرشحوا مين لمنصب عمدة لندن؟ لأول مرة ترشيح مسلم اسمه صديق خان ليكون عمدة لندن. لو نجح مرشح حزب العمال صديق خان هيبقى احنا إزاء لأول مرة في تاريخ بريطانيا عمدة لندن مسلما. إنما رغم هذا المظهر لا ننسى إنه في بريطانيا في صعود للموجة المعادية للإسلام،
وطبقا للصحف البريطانية أكثر من 800 جريمة ضد المسلمين وقعت في العام الفائت، يعني من نص 2014 لنص 2015 أكثر من 800 جريمة سجلتها الشرطة البريطانية ضد مسلمين ومسلمات، ومسلمات أكثر عشان بيكونوا معروفين أنهم بيعتنقوا الإسلام نتيجة الحجاب أو الأزياء الإسلامية. الإسلام وبريطانيا قصة طويلة جدا، من الحروب الصليبية للاستعمار البريطاني إلى الوقت المعاصر. ويمكن قبل كده الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق لما طلع واتكلم وقال إن ملكة بريطانيا في كلام إن هي أصولها من عائلة مسلمة، حصلت ضجة على هذا الكلام. وقتها قلنا إن هذا الكلام له أساس تاريخي في كتب ومصادر تاريخية بتشير إلى أن الملكة إليزابيث من عائلة مسلمة الأصل. إنما القصة المثيرة وأشرنا إليها قبل كده قصة وينستون تشرشل، تشرشل زعيم بريطانيا وهو القائد الذي انتصر في الحرب العالمية الثانية. تشرشل في كلام أنه كان على وشك الإسلام، وتشرشل كان بيقرأ كتير في القرآن والكتب الإسلامية، ولما كان ضابط في السودان عرف كتير عن الإسلام. وفي جامعة أكسفورد قسم التاريخ باحث هناك كان بيدرس تاريخ تشرشل، ولقى رسالة من بنت أخوه. بنت أخوه بتقول له إن بلاش يا عمي تعتنق الدين الإسلامي، أنا عارفة إنك أنت في طريقك لاعتناق الدين، لكن بتقول له أنا أرجو إن أنت ما تعتنقش الدين الإسلامي. الكلام ده بيقول أو معناه إن هو كان على وشك اعتناق الإسلام، وإنه أثناء الحرب العالمية الثانية هو مول ودعم أكبر جامع في لندن اللي هو جامع لندن المركزي في حديقة ريجنت في لندن. إنما طبعا ده كلام قد لا يكون دقيق تاريخا. طبعا الرسالة من بنت أخو تشرشل لعمها هي رسالة سليمة، لكن البعض بيقول إن تشرشل أصلا ما كانش لا مسيحي ولا كان يعني بيعتنق المذهب البروتستانتي، إنما كان ملحد، هو مسيحي في دولة مسيحية لكن قناعاته الداخلية كانت قناعات إلحادية. وفعلا هو كان معجب بالقراءة في الأديان الأخرى من بينها الإسلام، لكن ما كانش على وشك الإسلام ولا حاجة. ودعمه للمسجد المركزي أو الجامع المركزي في ريجنت كان غرضه الرئيسي إن المسلمين يقفوا مع بريطانيا في الحرب العالمية الثانية. أما القصة المثيرة جدا فهي أخت شيري بلير اللي هي مرات أو زوجة توني بلير، شقيقة زوجة توني بلير اعتنقت الإسلام. والدها ممثل وزوجها كمان ممثل، واتشهرت جدا بوقفها مع القضايا العربية. وقت بريطانيا موقفت مع أمريكا في غزو العراق طلعت هي وقالت أنها ضد زوج أختها وطالبت بإسقاط توني بلير، وقفت مع العراق. أيضا وقفت مع القضية الفلسطينية وقابلت الرئيس محمود عباس أبو مازن قبل كده، وحصلت على الجنسية الفلسطينية، يعني هي جنسية مزدوجة بريطانية فلسطينية. إنما بعد كده فاجأت العالم الإسلامي والمسيحي بأن هي اعتنقت الإسلام، وأصبحت شقيقة زوجة توني بلير من القصص الرئيسية لدى المسلمين في بريطانيا. بريطانيا فيها الأقلية المسلمة الثالثة في أوروبا في الدول الرئيسية، يعني فرنسا فيها 5 مليون مسلم، ألمانيا 4 مليون، بريطانيا 3 مليون، يعني أكبر 3 دول في أوروبا على بعض فيهم 12 مليون مسلم. كام تاني؟ 5 مليون في فرنسا، 4 مليون في ألمانيا، و3 مليون مسلم في بريطانيا. لما تيجي العاصمة لندن هتلاقي 1 مليون مسلم من بين 7 مليون سكان لندن. كل سكان لندن 7.2 مليون نسمة. من 7 مليون دول 16% بالضبط من المسلمين، فهي مدينة فيها صبغة إسلامية واضحة. أيضا مدن أخرى في بريطانيا 16% و17% من السكان. إنما الإسلام اللي ليه صلة قوية جدا ببريطانيا، وحتى حركات الإسلام السياسي لها صلة قوية ببريطانيا، إنما المسلمين هناك بيشوف موجة عداء متصاعدة للإسلام، رغم أن المعتنقين الجدد للإسلام أو المسلمين الجدد في بريطانيا 5000 سنويا، و100,000 اعتنقوا الإسلام في بريطانيا حتى عام 2011. لكن ظهور داعش، حركات التطرف الديني طبعا رجعت هذا الرقم كثيرا إلى الوراء.
وبقت في موجة معادية للمسلمين في بريطانيا. لما نتأمل هذا المقطع في حديث لزوجة أو لشقيقة زوجة توني بلير بتتكلم كيف اعتنقت الإسلام. لم تعتنق لأنها شافت خطبة لأبو بكر البغدادي أو رسالة صوتية لأيمن الظواهري أو تهديد من أسامة بن لادن أو مشهد اختطاف فتيات لبوكو حرام ولا الكلام الفارغ اللي بتقوله حركات الإسلام السياسي في كل مكان، إنما علشان شافت سيدة مسلمة فقيرة صايمة في رمضان، جه وقت الفطار حطت الأكل قدامها، أكل لا يذكر يعني أكل لا يؤكل وهي صائمة، وبعدين بتقول لها أنت إزاي بتصومي وتسمعي كلام الدين وأنت أصلا مش لاقية تاكلي حتى لو أنت فترة ما أنت صايمة. فقالت لها الإسلام بيعلمني إن أنا أراعي الفقراء وأحس بمشاعرهم. فهذه الست اللي هي فقيرة أصلا ومش لاقية تاكل أساسا راضية بما هي فيه وكمان بتفكر في الأكثر فقرا بمنتهى النبل ومنتهى الإخلاص، هي بتقول إن الواقعة دي هي اللي قربتها من هذا الدين. دي القوة الناعمة للإسلام، الخلق وليس السلاح. J31 F35 سباق التسلح بين الصين وأمريكا. حضراتكم عارفين إن أقوى طائرة مقاتلة في العالم هي الطيارة F35، دي طيارة أمريكية، تمن الطيارة الواحدة مليار جنيه مصري. الطيارة F35 أقوى مقاتلة في العالم، إنما الصينيين هم كمان عملوا طائرة مقاتلة على غرار F35 سموها J31. طبعا ده حديث العالم. CNN تساءلت هل يا ترى الصين سرقت التصميم من عندنا من شركة لوكهيد مارتن اللي هي بتصنع F35؟ ليه CNN سألت هذا السؤال؟ لأنه الطيارة دي طبق الأصل من الطيارة دي، ما تقدرش تفرق F35 من J31. فتخيل بقى فخر الصناعة العسكرية الأمريكية في القرن 21 F35 الصين تعمل كوبي منها نسخة طبق الأصل اللي هي الطيارة J31. لوكهيد مارتن بتقول هما ما خدوش كل الأسرار، الصين بتقول الأمريكان بيكذبوا، احنا أصلا ما خدناش على الإطلاق أي شيء ولا عملنا أي قرصنة على موقع مصنع شركة لوكهيد مارتن، إنما احنا صممناها بهذا الشكل اللي طلعت بالصدفة متقاربة مع الطائرة F35. الطيارتين دول لا يمكن لرادار ان يكتشفهم، وعندهم قوة كبيرة جدا، ينطلقوا من قاعدة أرضية أو ينطلقوا من حامل الطائرات، ارتفاع متوسط أو ارتفاع منخفض يقدر يصيبوا الأهداف. دي أسطورة الجيش الصيني J31 ودي أسطورة الجيش الأمريكي F35، الاتنين ماشيين قبال بعض طائرة بطائرة وصاروخ بصاروخ. ده جزء من سباق التسلح اللي بين الصين وأمريكا، دول عملوا F-35 الأسطورة، دول عملوا J-31 الأسطورة أيضا. جزء آخر من سباق التسلح سلاح الليزر. دلوقتي هنلاقي إن اليومين دول الأيام اللي جاية الجيش الأمريكي الصيني الروسي هيبدأوا يحطوا
سلاح الليزر ضمن قوات الدفاع الجوي، هيبقى ضمن منظومة الدفاع الجوي سلاح الليزر. الليزر أشعة، أشعة ليزر تطلع من مكان معين. هنشوف بعد شوية الأمريكان وصلوا لأي مستوى طبقا لما أذاعت CNN. وبعدين بيطلع هذا الشعاع لو طيارة في الجو يحرقها، هو شعاع يحرق الطائرة ويحرق القطع البحرية على الماء. طبعا ده من أخطر الأسلحة الفتاكة في العالم، ومحدش تخيل إطلاقا أن علوم الليزر تتطور إلى هذا الحد، أو أنه أشعة الليزر توصل بهذه القوة تتحول إلى سلاح يقدر يحرق طائرات في مسافات بعيدة ويسقطها تماما، ويقدر يفحم مراكب أو قطع بحرية موجودة على سطح الماء. الأمريكان لما أعلنوا هذا الموضوع بعدهم بساعات بدأ الروس يقولوا إحنا كمان بنطور، إنما المذهل إن الصين قالت إحنا طورنا قبل الأمريكان وأسقطنا طائرات بدون طيار بواسطة سلاح الليزر. العلوم العسكرية بتتطور بطريقة مفزعة، يعني لو خدنا محطات في تاريخ الإنسانية من أيام ما كان بيخبط زلطتين أو حجرتين في بعض يطلع نار، في تاريخ الإنسانية هنلاقي عصر السكاكين والسيوف لأدوات الحروب والمعارك، بعد كده عصر البارود، فتحنا في عصر الليزر، حيث الليزر سلاح فتاك يحرق من في الجو ومن على سطح البحر. سباق التسلح في العالم، الصين وأمريكا نموذجا، حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.